حساب الإعلام والاتصال في الاتحاد السعودي لكرة القدم والذي أنشئ مؤخرا للتواصل مع وسائل الإعلام والجمهور غرد قبل قليل أنه لا صحة لما يتداول عن تسجيل أي نادي أكثر من 7 لاعبين أجانب. موافقات التسجيل لا تصدر إلا بعد تقديم الطلب عبر TMS أثناء الفترة وبعد توفر خانة شاغرة في كشوفات النادي مع الأخذ بحكم المادة 28.5 من لائحة الاحتراف، كما أن النظام الإلكتروني للتسجيل لا يقبل أكثر من 7 خانات للاعبين الأجانب. ربما هذا التوضيح من الإعلام والاتصال في الاتحاد السعودي لكرة القدم جاء بعد بعض التكهنات التي صدرت خلال الأيام الماضية ويمكن خلال الشهر الماضي، والتي بدأت بمسألة أنه والله ربما يرجعون خانة اللاعب الاستثمار عشان والله في نادي ما خلص لاعبه وتعاقد مع لاعب. نفى هذا الموضوع الآن الاتحاد السعودي، بعد ما أيضا بعض الأندية مؤخرا تعاقدت مع لاعبين دون الإعلان عن من سيرحل، ظهر أيضا ظهرت الاسطوانة هذه مرة أخرى أنه بند الاستثمار قد يعود، أو ربما أنهم سجلوا والقرار بعدين. لذلك الإعلام والاتصال أوضحت كل الأمور أنه ما تقدر تسجل لاعب إلا لما تشيل اللاعب اللي عندك.